أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما موقفنا من الاختلاف الحاصل بين أهل العلم، وكيف يوجه العامة عند سؤالهم عن أسباب الاختلاف، خاصة مع تضخيم الإعلام لهذه الاختلافات؟ عليكم أن تتعلموا، فإذا تعلمتم عرفتم كيف تتعاملون مع الخلاف. أما أنكم تدخلون في الخلاف وأنتم ما تعلمتم فهذا لا يجوز، هذا من الجهل. نعم، انتهى. والله تعالى أعلم.